السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنى ان شاء الله ما فيديو تلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. اليوم بغيت نقدم لكم واحد الشيوه اللي سميتها المرزيه، ومن لا يعرفها مرزيه مغربيه تقليديه، يعني اللي كان نديروها بالاخص في شهر عيد الكبير. وانا بالنسبه ليا ما كنديرهاش غير في شهر تاع يعني في عيد الكبير، كنديرها في ايامات العاديه فاش كنتشهاها، لان الطبق هذا عزيز على قلبي بزاف، وكنظن ماشي غير انا، بزاف تاع الناس كيبغيوه، لانه الطبق يعني شهيوه، نقدروا نقولوا عليها شهيوه، لان فريمون شي حاجه اللي هي زوينه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتبقوا معايا تشوفوا لا غوسيت والطريقه. وبالنسبه للناس المبتدئين واللي عمرهم ما حضروش هذا الطبق، ان شاء الله يشوفوا الطريقه ويحضروه، وانا متيقنه غادي يعجبهم. بالنسبه للناس اللي كتبغي طبق يعني مالح وحلو، يعني غادي يعجبها بزاف. وفوالا بقوا معايا تشوفوا ان شاء الله المقادير. والمقادير هنايا اللي غادي نحتاج انايا، هنايا انا هنايا شلطت بصله، جوج بصلات كبار كما كتشاهدوا معايا، جوج بصلات كبار، ما شلطتهمش هادو بيديا، شلطتهم بطحال كهربائي، يعني بهالطريقه هذه، يعني ماشي طحنوا بزاف، ولكن يعني بحال تشلطو، نقدروا نشلطوها باليد بالنسبه للناس اللي كتبغي تشلط باليد، مي انا كنفضل نشلط ديما بالاله الكهربائيه، افضل واسرع وما فيهاش تماره بطبيعه الحال. كنقلب انا على الحاجه اللي ما فيهاش، يعني ما فيهاش، ما كتشدش الوقت سيرتو، واللي ما كتعذبناش نحضروا الحاجه اللي بغينا فيت في. وهنايا الحيمه تاعتنا تاع العيد غنيه، انا هنايا ما درتش بزاف، درت غير 4 مقصو، يعني 4 تاع الطرف اللي هما شويه كبار. فوالا كتبقى على حسب افراد الاسره، حنا ماشي بزاف، وسيرتو كناكلها كنتناولها انا وراجلي، وليداتي ما عندهمش بزاف مع اللحم. فوالا نتوما غديروا على حسب افراد الاسره، الا كانوا بزاف من طبيعه الحال غادي تديروا بزاف، كانوا قلال غادي ديروا كميه قليله، بغيتوا ديروا كميه كبيره ممكن ديروها، ولكن الا بغيتوا تخليوها في الثلاجه وتبقى تقدموها للضيوف تاعكم في ايامات العيد، الناس اللي كيزورونا، يعني كتبقى فكره، ولكن ما ديروش البصله، لان البصله كتحمض لنا اللحم، يعني اذا كنتوا غادي تحضروها وتخليوها اون سيمين في الفريغو ممكن، ولكن البصله ما كديروهاش، وكنقدموها كمقبله، يعني فاش كيجيو عندنا الضياف وكنبغيو نفرحو بهم في عيد الكبير كنوجدوها وما كنديروش البصله، وكنخليوها في الثلاجه، وفاش كيكونوا الضياف يعني كنقدموها بحال مقبله، يعني كيتناولوها عاد، كنحطو الطبق اللي كيكون رئيسي. من بعد ما قلت لكم الحيمه، هنايا غادي نحتاجو الزبيب، انا هنايا استعملت الزبيب الاحمر، كيعجبني لانه عنده منافع صحيه واحسن من الابيض اول حاجه، وما فيهش العظم، وبنين، انا كيعجبني احسن من الابيض. وهنا غادي نحتاجو الكاس تاع الزيت، خلطت ما بين كاس تاع زيت بلديه اورانيا، يعني بالنسبه للناس اللي ما تبغيش دير بزاف ممكن تنقص الكميه ماشي بالضروره، غير هذا الطبق هذا مع العسل والزيت يعني خصو يجي شويه معلق. وهنايا كما كتلاحظوا معايا، انا هنايا درت الثومه اللي هي كونجلي، يعني الا عندكم ثومه نورمال ممكن ديروها بطبيعه الحال، تستعملوا 3 ولا 4 تاع الفصوص تاع الثوم. وهنايا استعملت ملعقه صغيره من السمنه، وممكن تعودوها بملعقه صغيره من الزبده بالنسبه للناس اللي ما عندهاش سمن. وانا هنايا غادي نستعمل اللوز اللي هو الفيلي، انا كنفضل هذا بزاف، وكما تلاحظوا معايا كنستعملو بزاف، كنفضلو على الاخر لان ماشي حقاش هذا احسن من الاخر، جوست هذا يعني ما كيشدش معايا الوقت، يعني بالنسبه اللي خصني عاد نسلقو وعاد نقليه، هذا غير كنحمرو وكيكون المذاق تاعو حتى هو زوين، اللي عندو الاخر الاخر حتى هو يستعملو، غادي يسلقو في الماء، يديرو غير شي شويه ولا يدير عليه الماء سخون، وغادي يفسخو عادي ويقلي في الزيت، ومن الاحسن الزيت ما تكونش سخونه، تكون بارده باش كيطيب عندنا، ما كيجيش من الداخل شي شويه، كيجي بحال شويه كاوتشو. كنتمنى تكون فهمتوني. المهم انا هذا ابخي غادي نحمره، غادي تشوفوا. وهنايا غادي نستعملو المروزيه، ملعقه كبيره من المروزيه، وغادي نستعمل المروزيه، يعني هي اللي دايره عليها هذا الطبق، هذا سميتها الطبق المروزيه.
غادي نستعملوا ملعقه صغيره من سكينجبير، ملعقه صغيره من خرقوم البلدي، ملعقه صغيره تاع الابزار كيبقى على حسب الذوق، يعني ممكن تزيدوا تنقصوا، وملعقه صغيره من القرفه. وغادي نحتاجوا الاربعه من 3-4 المعالق تاع العسل والملح طبيعه الحال. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو، ما غاديش نحتاجو لا ربيع لا زعفران حر لا والو. هادو هما المقادير الرئيسيه اللي كنستعملو في المغرزيه، وان شاء الله تبقاو معايا باش تشوفوا لا غوسيت تاعنا اللي هي سهله سهله جدا ولكن كتجي رائعه. هنا غادي نبداو بالحمام تاعنا باش غادي نشربوها. غادي نديرو جوج معالق صغار ولا ملعقة كبيرة كما قلت لكم تاع المغربية، ملعقة صغيرة من الإبزار، الخرقوم ملعقة صغيرة تا هو، ملعقة صغيرة من سكينجبير، ملعقة صغيرة من القرفة. و بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تعوضوه بالزبدة. وهنايا غادي ندير الثومة وغادي نمزج هذا الشيء تاعي هكذا. وفاش غادي نمزجو غادي نزيد عليه شي شويه تاع الماء، ومن بعد ما غادي نضيف عليه شويه ديال الماء غادي ندخلو للثلاجة وغادي نخليه، يعني الى عندكم الوقت يكون احسن تشرملوه في الليل وديروه في الثلاجه، ياك ديروه في هاد في بواطا ولا في اي اناء وتغطيوه في الماء ليمونتير وتخليوه حتى مغد ليه وعاد طيبوه كيجي حسن. ولكن الا ما عندكمش الوقت هكا انايا كنديرو فحال اليوم انايا ما عنديش الوقت، غادي نطيبوه بهذه الطريقه هادي وكيجي زوين. ومول فوا كنطيبو زعما سور بلاص ما كان فاش ما كيكونش عندي الوقت ما كنخليهش يجلس في الثلاجه. فوالا كيما لاحظتوا معايا انايا هنايا درت لي هاد لي زيبيس، غادي نضيف عليهم شي شويه الماء ونعاود نحركهم باش غادي نديرو شي شويه في الثلاجه يتسنى. ما نتسناش عليه بزاف فريمون، غادي نتسنى عليه واحد 10 دقائق 15 دقيقه وغادي نرجع باش غادي نطيبو. بالنسبه للناس اللي كيتوفر عندها الوقت ممكن تخليه ليله كامله ولا تخليه على الاقل شي 3 ولا 4 السوايع يكون احسن. هنايا غادي نضيف عليه شي شويه الماء باش كنديرو الماء يعني مع هادوك التوابل يعني كيطلقو مزيان، وكنكونو متيقنين بأن التوابل كاع تمزجات مع الماء، ماشي فاش كتكون غير هكاك كتكون هكاك ناشفة راه ممكن ما تدخلش مزيان في اللحم، يعني ضروري نديرو قليل من الماء بهاد الطريقة هادي كيما كتشاهدو معايا. صافي دابا أنايا من بعد ما تيقنت بأن اللحم تاعي مغطي كاع بالتوابل غادي نسدو، يعني غادي نسد غادي ندير علاقه تاع هاد البواطه هادي غادي ندخلو الثلاجه واحد كيما قلت لكم 10 ولا 5 دقائق 15 دقيقه باردون، وغادي نرجع باش غادي نوريكم الطريقه. وهنايا من بعد ما خليناه في الثلاجه انا ما خليتوش بزاف كيما قلت لكم، درتو هنايا في الكوكوت يعني في الطنجره تاع الضغط قاش مزروبه به، سينو ممكن ديروه في جميله ماشي بالضروره. وهادو التوابل اللي بقاو غادي نزيد عليهم قليل من الماء وغادي نضيفهم هنايا الحيمه تاعنا. فوالا كيما كتشاهدوا معايا دابا غادي نشعل عليه النار غادي نخليه غير واحد 5 دقائق وغادي نضيف عليه الزيت وغادي نضيف عليه البصله وما غاديش نقليهم ابخي، غادي نقليهم غير دابا شي شويه وغادي نسد عليهم وغادي نقص النار ما تكونش مجهده، وحتى الماء فاش غنمرقو ما غاديش نديرو بزاف يعني خصو يطيب على الماء. هنا كما كتلاحظوا معايا بدات كتشحر غادي نقلبوها على الجهه الاخرى
شويه كتشحم. غادي نضيف هنايا الملحه وغادي نضيف البصله وغادي نضيف الزيت. الزيت كما قلت لكم بلديه والروميه يعني زيت الزيتون وزيت المائده. غادي نرجع معكم غادي ندير الماء باش نمرقها. فوالا هنا غادي نمرق عليها كما قلت لكم ما نديروش الماء بزاف. كما كتشاهدوا معايا ما درتش بزاف تاع الماء. فوالا صافي دابا غادي نقص عليها وغادي نسد عليها يعني ما تجهدوش عليها ضروري تنقصوا عليها النار. انا غادي نرجع معكم من بعد ما غادي تطيب وغادي نحلها وغادي نكمل معكم الطريقه ان شاء الله. وهنايا كما تلاحظوا معايا هنايا حليت عليه طاب ما غاديش نبقاو نحركوا بحال هكا لانه الطاب فريمون كيطيب كيولي بحال الزبده يعني الا بقينا كنحركوه غادي تفرست لينا. وهنايا درت اللوز تاعي هو كيتحمر دايره عليه النار قليله. وفي الاثناء هذه انايا غسلت الزبيب كما كتشاهدوا معايا باش الا كانت شي يعني كانت شي غبره ولا شي حاجه غتحيد. غادي نضيفوها هنايا للطنجره تاعنا. وفي هذه الاثناء هذه غادي نضيف العسل كما قلت لكم 3 حتى 4 تاع معالق كبار. اللي بغى اكثر يدير اكثر لان كل ما درنا نسبه اكثر غادي يجي عليك احسن يجي معلك بزاف يعني يجي معلك مزيان. دابا درت 2 3 و4 بركه ما غاديش نضيف اكثر من هذا الشيء. يعني كندير هكا داك العسل اللي هنايا غادي يطلق في المريقه اللي هي سخونه. صافي غادي نخليه بحال هكذا وغادي نرد عليه غير الغلاقه تاع الكوكوت وغادي نخليه باش يتوك حدي شويه لاصوص يعني ما غاديش تبقى هكا. ورجع معكم باش نوريكم طريقه تاع التقديم اللي كتكون طريقه عاديه. فوالا وهنايا غادي نكمل هذا اللوز تاعي هنايا يتحمر في هذه الاثناء ورجع معكم بعد قليل. وهنايا في هذه الاثناء من درنا الطنجره هنايا باش كتفتح معنا. ومن بعد ما حمرت اللوز حمرته غير شي شويه غادي نجي هنا وغادي نحضر شي شويه تاع الرز. غادي نديرو بهذه الطريقه هذه من بعد انايا ما نسلقت الرز غادي ندير الزبده ندوب بهذه الطريقه. غندير بحال الشكل تاع الرز مشرمل كيجي بنين بهذه الطريقه هذه. انا هنايا كندير به كي يعني كنقطعو كنديرو في المجمد كيسهل عليا عمليه تاع الخياط كنبقاش كل مره هاد كنجد هاد نقصو النار. هنا غادي نستعمل هاد الضامة تاع البنة نضيف شي شوية تاع البزار كيبقى على حسب الذوق وراس معلقة تاع الزعفران خرقوم البلدي. وغادي نضيف القليل من الملح ماشي بزاف لان مازال غادي ندير الضامة تاع البنة. هادي
كنفرتوها بحال هكا. انا غادي نغسل يديا غادي نرجع معكم لان الزعفران كيبقى لاصق في اليدين، باش غادي نجي نمزجهم مزيان وغادي نضيف لهم الرز. ومن بعد كنضيف لهم الرز اللي انايا سلقته من قبل. انا درته في هاد لاكاميل الكتريك. ديروا القدر اللي بغيتو، الكميه اللي بغيتو. سينو ممكن تسلقوه في الماء وتخليه يستقطر، ومن الاحسن ديروه هذاك الرز اللي كيكون شويه طويل ماشي هذاك الصغير. هذاك الصغير ما كيجيش زوين في هاد لاغوسيت، هادي كيجي بحال معجن. يعني من الاحسن ديروا هذا اللي كيكون مفروز، وغادي نبقى هكذا غادي نخلط حتى غادي يولي عندي الخليط متجانس. كنت قلت لكم غادي نرجعوا في طبق التقديم، ولكن قلت من الاحسن نوريكم هنايا كي كيجي. يعني لاصوص كتكون معلكه كما كتشاهدوا معايا. انا ضقت باش نشوف يعني المذاق واش هو هذاك ناقصه شي حاجه ولا لا. فريمون هو هذاك، يعني الا ضقتو غير بالمعلقه ما غاديش، يعني غتبغيو تزيدو من كيجي لذيذ لذيذ. ان شاء الله ارجع معكم دابا باش نوريكم طبق التقديم باذن الله. وبهذا كيكون على هذا الشكل هذا الطبق تاعنا تاع المرزيه. كما كتلاحظوا معايا كيجي معسل، كنعتذر على هذا الصوت، كيجي معسل بهالطريقه هذه كما كيبان لكم. وهنايا الزبيب كيجي هكذا بهذه الطريقه. انا زينته باللوز، حاولت ندير ليه بحال هكذا، درته في يعني في طبيسلات صغار في الجوانب، وهنايا درته شي شويه من الداخل. فوالا، يعني كما كتلاحظوا معايا هنايا فريمون المريقه تاعتنا جات مدغمره، يعني كتجي معسله. والرز تاعي جا بهذه الطريقه هذه، يعني من بعد ما شرملته بالزبده والضامه تاع البنه تاع الزعفران والربيع. وكما شاهدتوا معايا الطريقه هنايا كيكون يعني الطبق تاعي يعني موجود. كنقدروا نضيفوا ليه ان سالاد الا بغينا، مقبله تاعنا المغربيين الا بغينا. وان شاء الله نتمنى هاد لاغوسيت هادي تعجبكم، اللي هي سهله وجد لذيذه. كنتمنى اي واحد شافها ومازال عنده اللحم تاع العيد يجربها. انا متيقنه الا جربها غادي يعاود يديرها ويديرها ويعاودها. يعني فحال عندنا حنايا في العائله ما كاينش عيد ما درناهاش، ضروري نديروها في العيد. انا هنايا درت غير لحمه قليله، نتوما ممكن تكثروا على حسب ولا على حسب افراد الاسره كما كنقول لكم ديما. انا ما كرهتش نذوق لكم فريمون، يعني ننصحكم 100% ديروه، يعني كنأكد عليها لانه طبق زوين فريمون، يستاهل تجربوه، يستاهل يعني تقدموه لحبابكم باش هي زوينه. غنبقى نشكر فيها ما غنساليش لانه هو الطبق المفضل عندي الحيمه بالمرزيه. وهنايا غادي نكون ساليت الفيديو تاعي معكم اليوم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم، الا عجبكم كما ديما ما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي كومونتير. وبهذا كنقول لكم خليتكم على الف خير، شكرا لكم بزاف وتهلاو لي فرصكم. مع السلامه، حتى الفرصه مقبله مع فيديو اخر ووصفه أخرى. خليتكم على ألف خير، مع ألف سلامة.